السلام عليكم. اليوم نضرب جولة في مدينة سيدي بلعباس عبر تراموي نتاعها، ونعرفكم على المسار تاع تراموي تاع سيدي بلعباس بتفاصيل، يعني حسب تقرير تاع الفيديو هذا اللي تم انتاجه من طرف الشركة التركية التي اقامت وانجزت هذا المترو في مدينة سيدي بلعباس، وهو المترو اول مترو تنتجه الشركة التركية في الجزائر بعد ما انتجت كذلك من بعد ذلك مترو تراموي الصيف. اذا بدون اطالة انقلكم تابعوا هذا الفيديو التفصيلي حول تراموي مدينة سيدي بلعباس، ومشاهدة طيبة. السلام عليكم.